في قطاع غزة نشتهر بإنتاج البلح صنف حياني، وهذا صنف مش كتير شائع في الوطن العربي. نفذنا أنشطة كثيرة في مشروع أمينكا 3. من أحد أهم الأنشطة اللي قمنا بتنفيذها خلال هذا الموسم هو تطوير وحدة إنتاج للعجوة الحياني. قدرنا أنه ننجز خط أو نطور خط للتقشير. خط التقشير هذا بيستوعب عدد لا بأس به من العمالة النسوية. احنا بنفضل العمالة النسوية في هذه الحالة. حاليا الخط عندنا بيستوعب 15 سيدة. لما نصل للنموذج الانتاج الكامل حنحتاج لاثنين خط، وبالتالي اثنين خط تقشير يعني، بالإضافة الى العمال الآخرين اللي حيشتغلوا في عملية التجفيف وعملية التعبئة وعملية التصوير. وحدة الإنتاج العجوة هي خطوة جيدة في التكنولوجيا من حيث خط السير، إنه شغلنا كله على خط السير، سرعة فيه ونظافة واهتمام، ما بأخذ وقت معنا في الشغل. وبعدين يعني بدي مرحلة المجفف أحسن يعني من شغل المنزل، يعني شغل المنزل بأخذ وقت كتير في التجفيف. أضافت التكنولوجيا اللي أعطتني السيطرة على المجفف، مثلاً أضبط ضبط درجة الحرارة والرطوبة، تنسيق بينهم، هذا عنصر مهم. لولا التكنولوجيا بقدرش أنا أضبط الحرارة، يعني عندي حرارة رطوبة زادت بيشتغل البلاور بنزع الرطوبة، بنحافظ على نسبة رطوبة معينة وحرارة معينة. هذا طبعاً تكنولوجيا، لأنه لو بنشتغل يدوي مش هنقدر نعمل حاجة زي هذه. مراوح الشفط، توزيع الهواء داخل المجفف، تجنيس الهواء بين الصواني، هذه كلها إضافات جديدة بالنسبة لصناعة العجوة. يعني الطاقة الإنتاجية في مجفف زي هذه وحدة إنتاج أضعاف أضعاف اللي تنتج في البيوت مثلاً. في البيوت على مستوى مثلاً 50 كيلو 20 كيلو، إحنا هنا بمستوى أطنان. غير الجودة طبعاً، في جودة في زيادة في الكمية. إحنا طورنا مجفف معزول عن المناخ الخارجي، لكن بيعتمد على الطاقة الشمسية. الجدار تاعه مكون من مادة اسمها الكريستال، مادة شفافة تسمح بنفاذ أشعة الشمس لداخل المجفف. للعلم بدون ما نشغل النظام لوحده الحرارة بتصل فيه ل 55 درجة أثناء النهار، لكن احنا قمنا بتدعيم النظام هذا بنظام بيشتغل على الغاز. ممكن نحتاج لثلاث ساعات تشغيل غاز بالإضافة لساعات الشمس، وبالتالي احنا بنضمن استمرارية وسرعة في عمليات التجفيف. بعد ما بتتم عملية التجفيف بيتم عملية إزالة النواة عبر ماكينة تم تصنيعها برضه في بإمكانيات محلية بقطاع غزة. الماكينة هذه بتستطيع انها تزيل النواة تقريبا ل 400 كيلو بالساعة. دعونا القطاع الخاص لمشاهدة وحدة إنتاج العجوة من البلح العياني في قرية خزاعة، ليقوموا بمشاهدة مراحل إنتاج العجوة ويشوفوا الكفاءة اللي بيتم فيها عملية إنتاج العجوة، ويتم نقل هذه التكنولوجيا لهم في مصانعهم. كشركة متخصصة، شركة زيتونة في إنتاج المواد الغذائية، وأحد الأصناف الرئيسية في الإنتاج عندنا اللي هو العجوة. العجوة في السابق كنا معتمدين على إنتاجها من التمر، حالياً حولنا اتجاهنا لإنتاجها من الرطب الحي، يعني طبعاً لأنه القيمة الجودة وقيمة السعر موجودة وبشكل متوفر عندنا بقطاع غزة. اللي بينقصنا إحنا بس في الشركة هي عدم وجود المعدات وعدد موجود الآلات اللي هي ماكينات نزع النواة، ماكينات الفرز، أفران التجفيف الشمسية والبويلرات اللي محتاجينها عمليات التسخين. هذه الأجهزة كلها غير متوفرة في قطاع غزة، وهذا طبعاً بينتج عنه أنه وجود الحصار اللي بيمنع أي ماكينة متخصصة أنها تدخل لقطاع غزة. إحنا بنسعى أنه إحنا نوجد هذا الخط، خط متكامل يكون حاصل على الجودة الفلسطينية، وإن شاء الله يكون حاصل على الجودة العالمية في إنتاج العجوة داخلياً. الأساس اللي مخلينا متجهين لهذا الموضوع الحاجة الماسة والكميات المهولة المطلوبة في قطاع غزة، ومدخل الإنتاج المتوفر وبسعر متدني من رطب الحياني. يعني إحنا عندنا المدخل موجود منيح، والحاجة لاستهلاك المنتج موجود، يعني أصبحنا مش محتاجين إلا غير ننشئ المصنع ونبدأ في هذا العمل. هذا اللي بنطمح له، ونلبي كل الاحتياجات، ويكون إحنا عندنا عملية إحلال لعملية المستورد.